مساكم الله بالخير. اليوم يا حبايبنا عندنا زايرنا ضيف عزيز غالي على قلوبنا كلنا، ضيف ظهر لنا فجأة وانتشر شاع صيته بين الناس كلها بسبب اقدامه على الحياة وتحدي للصعاب. الضيف هو غانم مفتاح، حياك الله. الصحة والعافية، واليوم بنطبخ طبق عجيب. يا سلام يا سلام. سليمان ما قصر وايد اشياء يا حبيب قلبي. يعني انا حد اعرف اطبخ بيض وطماط. بس بيض وطماط؟ لا، اليوم بنسوي لك اشكال وايدة من الاكل. ان شاء الله. ان شاء الله. غانم واحنا بنطبخ عنده سوالف وايدة، وعنده السن يعني قاعد يحضر حق رحلة جولة حول العالم. طبعا انا ما يحتاج اقول لكم انه هو في المنتديات وفي النوادي، اغلب النوادي اللي موجوده الاجتماعيه واللي نقول عنهم نوادي المعوقين واللي الناس اللي هو يعطيهم دفعه للامام، عنده اقبال شديد للحياه ما شاء الله عليه، الله يحفظه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه حبيب قلبي. فاحنا اليوم بنستضيف وياكم هالشخصيه الصغيره الكبيره بنفس الوقت، صغيره بعمرها كبيره بافعالها. فاليوم بنسوي اليوم اكلات خفيفه وظريفه حق رمضان. بنبتدي اول شيء بنسوي المسخن. المسخن شنو هو؟ سالتي شنو المسخن؟ مو مسخن يعني مريض تعبان، مسخن يعني محررينه. فعندنا اول شيء حق المسخن عندنا الدياي. عدل يا غانم، هذا الدياي بننزله بالماي بنفوحه عدل، وبنش بنحط وياه؟ ونحط وياه البهارات. البهارات إيه؟ البهارات اللي هم الدارسين وورق الغار والمسمار والهيل والكركم والستار. يحطون هالاشياء عشان يعطي الدياي طعم ونكهه. نعم نعم. خليها الدياي تقلب تقريبا ساعه الا ربع تستوي، بس علشان ما بطل انا بس بقول لهم ايش بحط. وايش بحط وياها بعد؟ حط وياها شويه بصل. اعطيني الزنجبيل من هناك. شويه بصل عدل، ونحط وياها شنو بعد؟ شويه زنجبيل وشويه ثوم. اعطيني الثوم عندك. هات. ايوه وشويه ثوم. عاد تشوفوني انا استخدم ديني ما يخالف غانم؟ لا عادي والله. حبيبي بس بنقلبها شويه كذي عشان ابي اخليها تستوي ان شاء الله، وما ابي انطركم وايد. الحين هذه طريقه الفوح. وحط عمي طماط ما قصر، حط طماط والطماط وياه، ولازم شنو هو اللي عدل الطعم؟ لازم شويه ملح كذي. هذا السلق ذاهب عدل، نخليها تطبخ على راحتها وننساها. شو تصير عندنا؟ تصير عندنا هذه. هذه الدياية طلعناها عقب مسلوقة مستوية عدل. نعطيها الحين، بنعطيها ماما كماري. نعم يا ماما كماري، نبي نقلاها الدياية. فنشب المقلة هني طبعا، عقب ما بحطها في الماي. نعم. تستوي كيك عقب ساعة الا ربع. ايه عقب ساعة الا ربع. بعدين ماما كماري بتحط عليها شويه دارسين عدل، وبتقليها هني هاشي بس بتقلي. يلا. لا ما يبي فلفل اسود، دارسين شوي. طبعا عايزه ما قصر عشان يقلي الدياي، حط زيت عادي. زيت عادي ايه؟ وبعد زيت الزيتون بروحه في مقله ثانيه عشان نسوي الطبقه اللي نبيها. فحطينا هالدياي هني. طبعا هذا الحين بخلي كماري تشيله عني، لان علو هي ليالينا الناس اوريدي بيصير هالشكل، يعني بيستوي هالشكل. غانم بيسولف لكم الحين في طول ما انا حمس البصل، ابيك تقول لهم عن جولتك. انا ايش بنزل حق المسخن هذا البصل في زيت الزيتون عشان يحمس وياخذ وقت. فقول لنا يا غانم شنو مشروعك اللي انت بتسوي؟ طبعا رحلتي حول العالم فكره امي الغاليه رئيسها عمي يوسف الجاسم، راح انقل فيها للجميع لتحقيق حياة أفضل. نعم. وشلون نتغلب على المصاعب. عفي عليك. ونتسلح بالأمل وما نئيس. هذا هو لا يأس مع الحياة عدل. وغانم أكبر مثال أنه ما في شيء. أنا شفت الانستغرام ماله من صغرته وشلون أنه يحاول ويجاهد في الدنيا. أنا ما توقعت يعني شيء أثلج صدري أنه ما قال لي كم قصت العمق؟ نعم 20 متر. 20 متر غواصة وتسلقت أعلى قمة في الخليج، اللي هي في عمان جبل شم 3000 متر. 3000 متر. فيعني ايش تبون؟ دافع وقوة عزيمة أكثر من هالقوة. فنقول لكم لا حد ييأس، بني آدم يقدر يسوي كل شيء ما دام عنده إصرار
عدل؟ بالاستعانة بالله والصبر والتحدي نعم الإنسان يقدر يوصل حق اللي سبحانه سبحانه. ونوقف الحروب الكراهية والحروب ونعيش كلنا محبة وسلام. يا حبيب قلبي هذا اللي نتمناه كل أبونا إن شاء الله نتمناه كل أبونا. الحين آخذ شوية من وقت غانم. عندي البصل إيش بحط عليه؟ بحط عليه السماق. السماق هي مثل النبتة حامضة زرعها يحطون يخلطونها مع عشان الأكلة هذه ما تمسخن لأن أصل الأكلة هذه من فلسطين. عسى الله يردها إن شاء الله لأهلها إن شاء الله. نحط كمية وافرة من السماق ونكملها ونبي شوية فلفل أسود. عمي ما عندكم جدر كبير؟ جدور؟ إي عشان أخش فيه. مش حقفت الخشب الجدر بعدين وتالي بيوني ويقولون ايش غداكم ونقول لهم غدانا غانم. كثر ما كثرنا من الصماق بتكون الطبخه ألذ لان يعطي حموضه ونخليه يستوي. اعطيني فلفل اسود شوي وشويه شويه ثوم. هذه شويه فلفل اسود وشويه ملح لازم وياه عشان نذبل البصل. إيه؟ تتذكر مساء اللي راويتك اياه قلت لك يصير بهالطريقه البصل وينه؟ كذي؟ إيه؟ ننطره لين يصير هالشكل. شوفه؟ عاد ريحته حلوه ما شاء الله. شوف وزيت الزيتون يزل عنا اللي حطيناه هم نستخدمه بالطبخه. احنا نقعد عاد هني نحمسهم، هذه دياياتنا نشوف نقلبها. انتوا عاد خلكم ويانا احنا بنخلص شوي وبنرد مره ثانيه بس نقلب دياياتنا بنرد مره ثانيه خليكم ويانا. الكفته يا جماعه خذينا نص كيلو لحم مفروم وحطينا عليه نص شده بقدونس اللي هي اليمه وبصلتين او بصله واحده مفرومه او مبشوره عصرناها من الماي وحطيناهم بالخلاط خلطناهم عطتنا هذا الناتج. ان شاء الله. هذا الناتج اللي هو مع الخلاط البقدونس مع البصله مع حبيبه فلفل اسود خفيف وحبيبه ملح. عشان الحين نقلق قدامكم الكفته. انا راح استخدم نفس الدهنه لان دياي ولحم ما يضره بس بوريكم الطريقه. ايوه هذه المهراسه. ايوه عشان. زين ايش بتحط وياه عشان ينهرس شويه؟ عمي هاي ليش تجي؟ شوف هذه تمسكها هالشكل وتسوي كذي. ايه عدل؟ الشكل عرفت؟ ان شاء الله. يلا اخر هذه شويه عنك. برنامج الطبخ اليوم بقياده غانم المفتاح. طبعا انا اتعلم منك والله. يا حبيب قلبي. واذا تبي تلينها شويه نحط عليها شويه من الحليب. عشان تكون لينه. ايوه حليب هذا العادي اللي احنا مال عشان تلين شويه. نحط عليها شويه زبده. حمستي هذا؟ ينحمس عشان عقب نخلطه مع الثاني. عرفت الحين شلون نسوي الكفته؟ الكفته هذه كل من يعرف يسويها لكن شنو الطريقه الغريبه اليوم اللي فيها بنسويها؟ بنسويها مع الطحينه وطحينتنا مو الطحينه العاديه اللي هي الهرده، تعرف الهرده؟ ايه ايه الهرده بنخلطها مع الليمون ونخلطها مع عصير برتقال. ان شاء الله. عشان تعطينا طعم حامض حلو. ومع شويه ثوم نطبخها وننزلها على الكفته. انا اصلا عمي سليمان انا اول مره يعني تخلطون عصير مع الاكل. اي اول شوف. مره احنا بالخليج لما ناكل مشبوس إيه؟ مشبوس اللحم شو نحط وياه؟ ما نحط وياه زبيب اللي هو كشمش إيه؟ مع النخي. هذا حلو وهذا مالح، هذا نفس الشيء مالح وحلو، فاحنا متعودين ناكل هالاكل مع بعض. خلاص يلا حطي فوق اخواني. هاتي هي. اوكي كذي صار عندنا راهي. الحين ايش بدها؟ خلاص وخي هذه. دقت علينا. حطي الجوله هذه. الحين بوريك الفرق، يقولون طباخهم ولا طباخنا؟ نرد لكم بعد شوي عشان نصف باقي اغراضنا. قبل ما ابتدي بشغلي هني ابي الله يسلمه احمدي عندي، تعال تعال. هذا احمد هو اخو غانم التوأم وهو الجندي المجهول اللي ماسك شغل احمد عدل. عدل؟ اي ماسك شغله ويرتب ويشيل وياه ويسنع وياه.
يلا انتوا سولفوا الحين وشوفوا ايش يقول ايش مشاريعكم اللي بتسوونها على ما انا بقول حق الجمهور. ابى اصف الدياي وبحط فوقه من هالحمسه اللي سويناها اللي هي البصل مع الصماق مع زيت الزيتون. بطول ما انا اسوي هذا ما راح نقعد ساكتين، عندنا غانم واحمد بيسولفون لكم عن شغلاتهم ومشاريعهم. وش سويتوا اليوم وشنو صار لكم حركات طريفه ولا صار لكم شيء اليوم؟ ان شاء الله. يلا تفضلوا. طبعا اليوم اول تقريبا اي امس عندي الملتقى الاعلامي العربي. نعم. وكان حوار إيه؟ عن سيرتي الذاتيه، كنت احد المتحدثين وكنت اتمنى انك كنت تحضر. ما شاء الله عليكم. ومن اللي كان وياك على طول اخوك احمد الله يسلمه. اي والجندي المجهول. هو الجندي المجهول ها؟ إيه؟ اللي حرك الدنيا كلها. والله عافيه عليك يا احمد، يعني انتم مثال حق الشباب الصغار اللي يبردون القلب. انا ايش حطيت هني؟ حطيت الدياي، حطيت اول خبزه واخذت من الماي مال الدياي ورشيت الخبزه، وحطيت فوقها شويه صنوبر اللي هو هذا عدل، وحطيت الدياي وحطيت فوق البصل، برش بعد مره ثانيه صنوبر فوقه. وش بسوي الحين؟ بجيب الخبزه نفسها بحطها كذي، وش برشها فيه؟ برشها بالماي مره ثانيه مال الدياي شويه بس عشان يعطيها الطعم اللي احنا نبيه عدل. الله، ايوه ريحته حلوه ها. ونحط شويه عليه من هالبصل الحمسة اللذيذة اللي مسوينها اللي على الصماق عدل، ننزلها كذي فوقها ونرد مرة ثانية. شو نحط؟ دياي. دياي مرة ثانية. نعم. بتحطون خبز مرة ثانية؟ اي بنحط خبز مرة ثانية بعدها. وعلى العادة أنا شو أسوي؟ يعني أقوم أقطص الخبزة، بس اليوم لا، يعني محترم نفسي قاعد أسنعها شوي شوي لأن في تلفزيون ما بيحوس لوادم. بنحطها كذي ها، لا تنزل مني عشان يمكن تاخذ اكثر من خبزه. حط الثانيه كذي. هي الخبزه هو يصير الطعم كله فيه. ايه ها آه. يعطي طعم، يعطي طعم حلو. بنرد مره ثانيه. شو نحط فوقهم؟ من مالت المسخن مره ثانيه ها دل. عمي شو اسمها مرة ثانية؟ مسخن. مسخن مو مسخن مريض. لا مسخن. لا مسخن يعني هي مو أكلتنا، احنا ماخذينها من أهل الأردن وأهل أهل فلسطين. وردنا مرة ثانية الدياي نصفه بعد كذي، نصفه كذي. وعندنا بعد الصنوبر. حطينا أكثر من شيء بس مسخن. وتالي برد مرة ثانية نغطيه. الله. نغطيه ونغطيه ونعطيه اي ما يخالف، احنا نبيه داخل يستوي الدياي، ونعطيه شويه من هالماي عدل، ونعطيه مره ثانيه كثر ما كثرته من هالبصل اللذيذ فوقه. يلا آه. شوفوا الزيت وياه، لازم الزيت يكون راهي فيه ياخذ الطعام كله. وهني اذا ما ياها بعد احط لها بعد. والله عجيب ولذيذ يا حبيب قلبي انت. الحين وين مقطعته كماري؟ هذه مقطعته. وخنين، ريحته خنين اهم شيء. غطيناه، هذه خلصنا طبختنا الاولى شلناها. انا بسوي لي الحمسه مالت الكفته اللي سويناها. هذه المقله وشبينا عليها الشوله. حستك انا ها؟ وايد لويه. عمك سمان كله حوسه بالمطبخ. بس طباخك عجيب حبيب قلبي. سويها سيده، شوف ماما راني سويها سيده شويه دومك على تحوش الاكل. إيه؟ سيده سيده واسيها نوبه واحده. ايوه عافيه عليك. شوفوا احنا شبينا هذا الغاز حذر المقله، بنحط شويه زبده بس شوي. ايش بننزل عندنا؟ عندنا الهرده، هذه الهرده مالتنا. وبنحط اي هذه الهرده عشان بنسوي الصلصه مالت الكفته. الحين بتسوي عاد قطع البطاط وتحطه من فوق. اول حط السنوبر داخل. تحط السنوبر اي. هذه كفتتنا طعمها يصير شويه حامض على حلو، فيها البرتقال عشان يعطي الاكل حامض. اي نعم. ونص تقريبا نص هذا اللي ما نبيه يصير حامض، عاد كلش نص الليمون
نطبخها كلها مع بعض لين تربط كلها يميع. نخففها اي حطي شوي شوي اي سوي كذي طبعا حطت دبخي البطاط أيوة. شوي اي وحطي واحده واحده حطي من عند الراس من هنا عشان يكمل عشان لا ينسى يسوي عليك يلا بزيدها شويه انا ماي عشان اخففها لان ثقيله تم نحوسها لين تربط مع بعض كيسر اسوي كي لها شويه ملح لها حليب وين الثوم كماري الثوم هني وفصيص ثوم شويه ثوم طبعا بتغطيه كامل شلون يبا تغطيه كله كامل عقب بتواسيه وتحط فوق البقسماط وندخله الفرن لمدة كم دقيقة؟ تقريبا نص ساعة نص ساعة بس بيتم نص ساعة أو 20 دقيقة بيتم نص ساعة أو 20 دقيقة في الفرن دقيقة نعم أكثر شيء نص ساعة نعم شوفوا ترى الطحينة على حسب نوعها اكو بعض الطحينة ما تاخذ ماي وايد واكو بعضها تبي ماي شوفها ما شاء الله احنا حطينا كوب طحينة ويستحمل ماي ملاحظين لا حمسنا لها بصله ولا حمسنا البصل والبقدونس فيها، احنا بس نبيها الطعم، طعم الطحينه مع الثوم مع الليمون مع البرتقال يطلع فيها. بس الحين من تغلي ننزل فيها الكفته. تقدرون تدخلون هالفرن او تقدرون كذي تخلونها. نضيف لها شويه من دبس الرمان، دبس الرمان هي ولا شالو؟ اخذ يبيلي دبس رمان شويه من داخل لان اللي مساء استخدمته كله اجيب تاخذ الليمون تبي تحب الحامض ولا مو وايد حامض شويه ملح عمي ابي اسالك أيوة. البهارات شلون تسوونها؟ البهارات ايه عاد انتم في قطر اهل البهار وكل بيت عنده بهار شكل عدل؟ انا احب الفلفل البحريني الفلفل البحريني اللي يحطونه فوق الاكل عدل؟ ايه بس انا احطه فوق المكبوس فوق المكبوس ايه يسوونه دقوس اهل البحرين ايه ايوه هذا عجيب بعد انا بهاراته شوف الكويت نفس قطر كل بيت لبهاره اعطيني شويه دبس رمان احطه فوقه بس يغلي بننزل في الكفته ونخليه على نار هاديه لين يستوي باقي الاكل. هل سهل يكون تسوي بهارات؟ اي شوف عشان اقول لهم اساس بهارنا احنا الخليجيين فلفل اسود وكزبره وكمون. هذا الاساس. فلفل اسود وكزبره وكمون. كمون. وقياس بيتنا احنا نحط خلينا نقول بالشيله ولا بالقلاص. قلاص فلفل اسود، قلاص كمون، وقلاص كزبره ناشفه، وربع قلاص فلفل اسود، وتالي الاضافات كيفكم، كركم، دارسين، كل بيت عاد على حسب اضافته. ونخلطه ويا بعض. نخلطه يميع ونطحنه، اول شيء نغسله، بعدين نشره بالشمس، عقبتين نشفشفه، تعرف شنو نشفشفه؟ اي. يعني نشفشفه على الضوء. وتالي عقب نطحنه، ويصير عندنا البزار اللي احنا نستخدمه في كل شيء. ما شاء الله. هذه. يلا طبخي عاد. تمام. هذه الكفتة نزلها فيها على طول عشان تطبخي ميع وياها. وهذه اللي قليناها تونا انا ويا غانم. ايه. عدل هم وياها. بس نحركها شوي شوي على لا تكسر ونحط عليها تالي فوقها. دبس الرمان ونخليها تطبخ لين تخثر وياه. عدل؟ ايه ايش تكتبين؟ ها؟ هو يقول لك انا نخش بال شو اسمه؟ وخري شويه، هو يقول لك انا نخش بالجدر، ها؟ وخري. انا اكتب عليها غانم ونحطها بالجدر. عدل؟ ايه حركيها لا تتوت. هذه حرف الغين عدل هذه نكمل لها الشكل ها
ايوه عدل ايه عدل هذه غا بعدين نون نبي نون ها ايه كذي بعدين حرف الميم الميم غانم معدل ايه هذه النون ايه هذه نون كهي ايه غا وهذه الميم استوت عدل ولا إيه؟ ها استوت شويه هذه الميم عدل كذي وغانم وين يبي نخش الحين؟ خشه؟ اي يلا طبعا الحين بنحطه في الفرن لمده 20 دقيقة 20 دقيقة ايوه عدل يبه؟ اي وهذا اعطيني دبس الرمان هاي دبس الرمان وهذا دبس الرمان الله يا زين اكل الكويتي يا حبيب قلبي هذه والله عاد انت بس مو كويتيه الاكله، هذه باقينها احنا من اللبنانيين. خليها تطبخ لين تثخن شوي على نار هاديه. عمي المطبق الزبيدي شلون تسوونه؟ اها الحين عاد خلصنا من هذا برد حق مطبق الزبيدي. كذي يا جماعه طبختنا هذه تقريبا جاهزه واللي بالفرن جاهزه والمسخن جاهز، نرد لكم حق النشاط. وانا اليوم سمعت شيء من غانم شيء غريب اقول له يبا لما تكبر شو ودك تصير؟ كان يقول لي بصير دكتور الدكتور كان يقول لي دكتور عظام يبا انا ما ايش معنى دكتور عظام؟ عمي في مقوله تقول فاقد شيء لا يعطي صح وانا بالنسبه لي هالمقوله غلط نعم يعني الانسان يقدر يعطي صح بس يعطي اذا بايمانه بالله قوي سبحانه وواثق من نفسه يقدر نعم. يعطي صحيح وانا فاقد لي ثلاث ارباع من جسمي بسم الله عليك والحمد لله وسمي عاقتي متلازمة التراجع الذيلي من اندر العاقات في العالم اي نعم فاقد لي رجلي وحوضي ونص عمود فقري ونص ضلوعي والباقي مشوه بسم الله عليك والحمد لله وعاي مشاكل صحيه كثيره وانا ما اقدر انام على ظهري لاني ما اقدر اتنفس ولا اقدر اكل لان لازم اتعلق عشان الاكل يقدر ينزل بسرعه وعاني من مشاكل صحية كثيرة ولا زلت الحمد لله أهلي عانوا وياي وايد وأنا قررت أصير طبيب عظام لأن أحب أساعد الناس في شيء أنا فقط يا بعد عمري بديت والله روحك يا حبيب قلبي يسلم عمرك أحب أشوف الناس في أحسن صحة أسأل الله إن شاء الله يلبسك الصحة والعافية يا ربي أنا هالولد شلون يعطيكم دافع قوي حق الحياة يعني ولا وتفكيره شنو هو إن أنا بصير دكتور أبي أحاول إني يعني اتخطى هالصعاب اللي انا مريت فيها ما اخلي احد يمر فيها مثلي بديت وانا بصير دكتور مو عشان الفلوس عشان انفع غيري يمكن يوم من الايام ان شاء الله حصل علاج ينفعني وينفع غيري ساج اي نعم اي لان العلم ما يوقف ابدا ماكو حد للعلم والايمان برب العالمين طبعا قدام الواحد مؤمن في قلبه الله يعطيه على قد نيته ان شاء الله اصير رئيس وزراء ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا حبيب قلبي ان شاء الله الحين وقت النشاب هذا المسخن خالص الله إيه؟ الحين حطيناه بالفرن وتحمر ودي مستوي اوريدي وخذ الطعم كله مال البصل وتقروش شوف شلون استوى طبعا احنا المفروض نخلي بعد يتقرمش اكثر بس احنا نبي نسرع في الموضوع عشان نقدم لكم الطبخه الحلوه اللي يبي يخلي زياده يقدر يخلي لما يصير كلش عاد يابس من فوق بس احنا لا كذي ما نبي عاد يابس كلش ما نعبر احنا شياب داري اللي عاد لا يفوتكم الكفته شوف شلون صكت هي وياها ونعرف انها استوت لما يطلع الدهن فوق طبعا تعرفون الكفته استوت اذا طلع الدهن فوق نعم يبين عندكم نعم ونزينها بالمكسرات اللي عندنا
وين المكسرات يا ماما كماري؟ يلا خش. ماما كماري كم سنة يا عمي سليمان القصار؟ ما شاء الله 20 سنة. ما شاء الله 20 سنة وإحنا كل يوم نتخانق. حاولنا نشبهها كذي عشان تبين الكفته فيها عدل، ننظف اطرافها، نحط عليها شويه مكسرات كذي. اعطيني بقدونس اخضر شويه. ايه ولوز بعد طبعا حطينا شويه مكسرات واللوز. لوز وشويه دبس الرمان، وحطينا شويه دبس الرمان وشوي بقدونس. تمام. لا تنقط عاد علينا تفشلنا اليوم عندنا ضيوف. يلا كذي شوية بقدونس وشوية بقدونس. حتى امي انا اشرب بقدونس يقولون وايد زين. انا والله انا لما صابتني بعد الكلى قالوا لي مدر هو زين حق المياه اللي بالجسم. عدل هذا الحين كذي اكلتنا واحده، هذه خلصت والثانيه خلصت، ايش باقي؟ باقي اللي داخل الفرن. اي نعم شيء الله بسم الله. وهذه اكلتنا اللي مكتوب عليها غانم كاهي استوت. حطي تعالي بيوز تحت يبا عشان لا دا ينكسر الماون. حطي اثنين الله تحمرت واستوت. وهذه اكلتنا اليوم مسخن وكفته بالطحينه. وعلى قولتهم بوري الدياي، بوري اللحم او البطاطا البوري مع اللحم المفروم. ان شاء الله ونذوقكم اياها ان شاء الله بالعفو والعافيه. الحين قبل لا ننهي احنا بننزل سفرتنا تحت ونرد لكم بعد شوي. انا ما راح اقول لكم فما لا، احنا اليوم على ما انجب حق غانم قاعد يطالع هذه. عدل روح سوي بسوي لك، انا بنجب هني. بسم الله خذ راحتك على كيفك ما شاء الله، ونزلت بريحاتك ما شاء الله عليك. شوف ايش حلوه صارت. ايه يعني شوفوا انا قلت حق غانم خذ راحتك، قال لي قد ما قال المساحه صغيره ما تحنده، على طول نزل على السكيتنج بورد وقام يتمشى. حبيب قلبي تقدر تنزل بعد تحت؟ لا بس دير بالك يبقى ترى العتبه عاليه. شوف غانم على حظك اليوم استوت كأنها كيكه تنقص. مسخن شوف ايه الدياي والخبز والبصل شيء عجيب استوى. طبعا استانست جدا يا عمي سليمان القصار. يا بعد عمري يا حبيب قلبي انت. والله خصوصا الاكل كان يشوق حبيبي، وما قدرت يعني ما قدرت انطر اكله والله. يا حبيبي تسلم يدك تسلم يدك. انصحكم كلكم لا يفوتكم طبخ عمي سليمان القصار. يا حبيبي طول لي عمرك يا بعد روحي. لو عندكم الفرصه ذوقوا اكله. ان شاء الله. انا تشرفت فيكم، تشرفت في جيتك عندي حبيبي. ان شاء الله يا رب الله يجمعنا وياكم في الدوحه ان شاء الله، وانت في اعلى المناصب. حياك ايوه تشرف فيك. حياك ايوه في بلادك الثانيه، هذا الجد المجهول. حياك ايوه في بلادك الثانيه بعد روحي. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. يلا نقول لكم فما الله، مع السلامه وتصبحون على خير.